بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في حديث الإمامة وهو الحديث الذي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. مقطع آخر من هذا الحديث بيان دور الإمام، وبذلك يتبين أن الله سبحانه وتعالى بحكمته اختار الأئمة وعينهم. يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: "بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف". الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. هذا المقطع من الحديث الشريف من حديث الإمامة يلخص دور الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أولا الجانب العقائدي وثانيا الجانب العبادي وثالثا الجانب المرتبط بسائر الاحكام الشرعيه اما الجانب العقائدي فلا تصح العبادات الا اذا كان الانسان ذا عقيده صحيحه يعني مثلا واحد لا يعتقد برسول الله محمد صلى الله عليه واله ولا بنبوته هذه هذا عباداته باطله غير صحيحه حتى اذا صلى حتى اذا صام حتى اذا حج ابليس لعنه الله تعالى عليه كان مستعدا للسجود لله سبحانه وتعالى آلاف السنين وفعل ذلك سنوات طوال كان مختلطا مع الملائكة وكان يعبد معهم حتى كأنه صار منهم مع انه كان من الجن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود لآدم فرفض ذلك وطلب ان يسجد لله، الله سبحانه وتعالى خاطبه وقال: اني اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. لذلك كل عبادته لسنوات طوال كلها بطلت. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، صار من الكافرين. والله سبحانه وتعالى لعنه وان عليك لعنتي الى يوم الدين. وقدر عذابه في جهنم. لماذا؟ لأنه رفض أن يأتي من الباب الذي عينه الله سبحانه وتعالى. إذا واحد يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى لكن عقيدته غير سليمة، لا يعتقد بالاخرة. لا يعتقد بعذاب، لا يعتقد بثواب. هذا عبادته باطله. اذا واحد يريد يعبد الله سبحانه وتعالى من دون اعتقاد بامام هذا ايضا عبادته باطله. هناك حديث شريف روته العامه والخاصه متفق عليه بين الشيعه وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية وفي بعض الأحاديث هكذا لفظ من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية ميتة الجاهلية كيف كانت يعني الذي كان يموت قبل الإسلام في زمان الجاهلية الميتة هي ميتة كفر ميتة شرك هذه هي الميتة الجاهلية يعني الذي يموت ولم يعرف أمام زمانه فهو والكفار سواء الكفار الذين ماتوا في زمان الجاهليه على كفرهم وشركهم، ما هو مصيرهم؟ هذا الذي لا يعرف امام زمانه يكون مصيره كذلك. فإذا الشخص الذي مصيره انه يموت ميته جاهليه هذا لا تنفعه صلاه ولا صوم ولا حج حتى اذا مصلي حتى اذا صايم حتى إذا حج لأن عمله يحبط، اصلا بالاساس هذا العمل لم ينعقد صحيحا ولا مقبولا. الله سبحانه وتعالى اشترط لصحة العمل شروطا، إذا واحد التزم بتلك الشروط، الله يقبل عمله وعمله يكون صحيحا، إذا خالف تلك الشروط الله ليس ملزما بان يقبل عمله. يعني افرض اذا واحد يريد يصلي صلى بدون وضوء صلاته باطله. اذا صلى مستدبرا للقبله صلاته باطله لان الله اراد الصلاه بكيفيه خاصه بشروط خاصه اجزاؤها شرائطها قواطعها موانعها بينها في القران وفي سنه الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام. إذن إذا واحد يؤدي العبادات بدون عقيدة بإمام زمانه هذا أعماله باطلة ميتته ميتة جاهلية يعني ميتة كفر وشرك هذا من الجانب الاعتقادي من جانب صحة العمل أنت لازم تؤدي العمل بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى زين الله بيّن في القرآن لكن القرآن بحاجة إلى مفسر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وفي آية أخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن فيه متشابهات. وأيضا فيه آيات بحاجة إلى بيان، الله سبحانه وتعالى عين رسوله محمدا صلى الله عليه واله لإرجاع المتشابهات إلى المحكمات، لأنه الراسخ في العلم. وأيضا لتفسير القرآن الكريم. وبعد الرسول الائمه هم الذين يفسرون القران ويبينونه ويبينون ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه وعامه من خاصه وهكذا الجوانب الاخرى في القران الكريم وهم الراسخون في العلم بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله ولذلك في حديث الثقلين المعروف المتواتر الذي رواه الفريقان رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يذكر القرآن ويذكر عترته أهل بيته يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض القرآن وأهل البيت لا يفترقان وحتى في بعض الأحاديث قال كهاتين وجمع بين سبابتيه لا كهاتين لأن الوسطى أطول من السبابة زين فلذلك الوسطى تفترق عن السبابه بسنتيمتر او سنتيمترين. الرسول الرسول صلى الله عليه واله اراد ان يقول انهما متساويان من كل الجهات. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فاشار باصبعيه هكذا لا افتراق ابدا. اي مكان اكو القران اكو اهل البيت واي مكان يوجد اهل البيت يوجد القران. هو يصدقهم وهم يصدقونه. هو يدعو اليهم وهم يدعون اليه. هو يبينهم وهم يفسرونه. وهذا ما سناتي عليه ان شاء الله في حلقات قادمه وسنبينه. زين. سنه الرسول صلى الله عليه واله، كيف وصلت الينا؟ السنه الصحيحه لم تصلنا الا عن طريق اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وإلا إذا أنت تروح في غير طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تشوف عدهم القياس الاستحسان الرأي لأن النصوص الدينية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قليلة وصلتهم لماذا؟ لأنه أولا كثرة الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله كثير من الأحاديث وضعها الحكام الجائرون أو وعاظ السلاطين وأيضا منع تدوين الحديث أكثر من تسعين سنة من بعد وفاة الرسول منعه أبو بكر إلى زمان عمر بن عبد العزيز في حوالي سنة مئة في زمان عمر بن عبد العزيز فتح باب تدوين الحديث جزئيا فكثير من السنة راحت ولكنها حفظت عند ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. نأكو في كتاب البخاري الصحيح عند العامه حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله حديث عن انس بن مالك وهو احد صحابه الرسول صلى الله عليه واله هكذا يقول يقول لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وقد ضيعت يعني بفترة قليلة بعد وفاة الرسول بحيث أن أنس بن مالك أنس بن مالك كان حيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا أعرف شيئا مما أدركت يعني كل شيء غيروه إلا الصلاة وقد ضيعت كل شيء تغير بس بقت الصلاة والصلاة مضيعيها لا يأتون بها بالشكل الصحيح الذي كان ياتي بها رسول الله صلى الله عليه واله. هذا كتاب البخاري صحيح عند العامه في باب تضييع الصلاه عن وقتها. زين الان كيف تصلي؟ كيف تتوضا؟ كيف تغتسل؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ هذه الامور تفاصيلها بالكيفيه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه واله بينها الائمه عليهم الصلاه والسلام، الائمه من اهل البيت. فسنه الرسول حفظت عن طريق الائمه من اهل البيت، لا عن طريق غيرهم. لذلك في حديث الثقلين الرسول يقول: اني تارك في فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي في الصحاح الستة لدى العامة خمس مرات هذا الحديث متكرر بألفاظ متقاربة زين بعدين إجا وضعوا حديث كتاب الله وسنتي وهو حديث لا سند له وضعيف هذا الحديث بل موضوع زين لماذا الرسول قال كتاب الله وعترتي ولم يقل كتاب الله وسنتي لأن السنة محفوظة عن طريق العترة، فعندما يقول تركت عندكم كتاب الله، زين موجود الكتاب. وعترتي، العترة هي التي حفظت السنة وبينت السنة. سنة رسول الله صلى الله عليه واله. فإذا الاعتقاد بالامام شرط الايمان لان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. ايضا عندما تعتقد بالامام وتاخذ منه عملك يكون بالطريقه التي ارادها الله سبحانه وتعالى فيكون صحيحا مقبولا. لذا الامام الرضا في هذا الحديث يقول بالامام تمام الصلاه يعني صحه الصلاه وقبول الصلاه. بالامام تمام الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد هذه عبادات اذا تزكي بدون الاعتقاد بالامام من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه زكاتك مو مقبوله الجاهلي اعماله محبوطه حبطت اعمالهم هذا بالنسبه الى العبادات وتوفير الفيء والصدقات. يعني القسمه على حسب قانون الشرع. لان الله سبحانه وتعالى امر انما الصدقات، يعني الزكاه الواجبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبها. عين موارد الزكاه. بالنسبة للخمس واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عين ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وهكذا الله سبحانه وتعالى عين المصاريف عندنا خمس عندنا زكاة عندنا جزية عندنا خراج عندنا فيء، عندنا انفال هذه موارد ماليه، الله سبحانه وتعالى عين الموارد الماليه وعين كيفية قسمتها. الرسول صلى الله عليه واله كان يقسمها حسب ما امر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى حكم حكما تشريعيا بأن يكون الإمام هو الذي يقسم الفيء والصدقات وسائر الموارد الماليه حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى في مواردها. لكن حينما سقطت الحكومه الاسلاميه بيد حكام الجور استاثروا بالمال قسموه على غير ما انزل الله سبحانه وتعالى فلذلك صرفوا هذه الاموال في شهواتهم في ملذاتهم بداوا يدفعون الى من يتقرب اليهم بالباطل وبداوا يمنعون الناس وخاصه الضعفاء منهم من حقوقهم فلذلك كما ان بالامام تمام الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد كذلك بالامام توفير الفيء والصدقات الصدقه عندنا الصدقه الواجبه اللي هي الزكاه وعندنا الصدقه المستحبه هذه الصدقه المستحبه مرتبطه بالانسان نفسه انت من اموالك تريد تدفع صدقه للفقراء دفعت حقوقك الواجبه الان تريد زياده على الحقوق الواجبه تدفع امور مستحبه لا باس وانما سميت الصدقه صدقه لان صاحبها يتحرى الصدقه في فعله مو رياء الرياء ليس تحري للصدق هذا ثانيا ثالثا بالامام امضاء الحدود والاحكام امضاء الحدود والاحكام الاحكام يعني القرارات الاداريه الحدود مثل حد السرقه، حد الزنا حد القاتل هذه الحدود التي عينها الله سبحانه وتعالى. زين. هذا القاضي يكون منصوب من قبل الامام. ولذلك الامام هو الذي يمضي حكمه، القاضي عندما يصدر حكم بدون ان يكون هناك امضاء للامام، سواء امضاء متاخر او امضاء متقدم. الامضاء المتقدم الامام يعين فلانا قاضيا على البلده الفلانيه. فقد أمضى أحكامه مقدماً أو مؤخراً، اكو بحث في كتاب القضاء يبحثه الفقهاء، وهو الآن في القضاء في عالم اليوم متعارف يجددون رفع الدعوى، يعني عندما القاضي يصدر حكماً الذي كانت الحكم الذي كان الحكم بضرره يقدر أن يطالب بتجديد ال قضاء فترفع القضية إلى محكمة أعلى مثلا زين إذا واحد يشتكي على القاضي أن هذا القاضي حكم بالجور يراجع إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام لذلك فيراجع القضية إذا القاضي قد حكم بالعدل يمضي حكمه وإذا كان قد دقض بالجور فينقض حكمه ولذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نقض حكم شريح القاضي في مرات متعددة كما في بعض الأحاديث لأن شريحا حكم بأحكام خلاف الشرع خطأ أو ما كان يعرف فالإمام إجا صحح تلك الأحكام وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف زين أكو حدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر يمكن في كل لحظة الكفار يجيشون جيشا ويقتحمون هذه الحدود ويدخلون في بلاد المسلمين فلذلك هناك حاميات حدوديه الثغور هي نقاط الضعف التي يمكن ان يدخل منها العدو ويكتسح البلاد الاطراف جميع الحدود الإمام عليه الصلاة والسلام من مهماته حفظ بلاد الإسلام، فكما أن العبادات تمامها بالإمام، كذلك الأمور المالية من الفيء والصدقات قسمتها حسب العدل وحسب الشرع هو من وظيفة الإمام، وأيضا الحدود والأحكام، الحدود هي عقوبات الأحكام قضايا إدارية وكذلك منع دخول الكفار من ثغور بلاد الإسلام هذا جانب من مهمة الإمام الجانب الآخر الجانب التشريعي هذا الجانب اللي الآن ذكرنا قسم منه جانب عقدي مرتبط بالعقائد وقسم منه مرتبط بالتنفيذ هذا الجانب الآخر الإمام يبين من وظائف الإمام يرتبط بالتشريع الأحكام الشرعية هو الإمام مو مشرع التشريع من الله سبحانه وتعالى لكن الإمام يبين للناس التشريعات شنو هو الحلال شنو هو الحرام وأيضا الإمام يقيم الحدود في الفقرة السابقة كان إمضاء الحدود والأحكام. هنا يقيم حدود حدود الله، يعني يبينها للناس، شنو هي الحدود؟ زين الإمام ينفذ العقوبات، بس شنو هي العقوبات؟ عندما الآية تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، شنو هي شروط ثبوت هذه الجريمة؟ ماذا يشترط في أن يكون في الشهود ماذا يشترط أن يرون كيف يشهدون وكيف هذه الأحكام تكون من يبينها الأحكام الشرعية مو يجي واحد يقول ما عدنا أحاديث من الرسول فرأيي هكذا بالقياس أقول هكذا بالاستحسان أقول هكذا يعجبني هكذا لا الإمام يبين الأحكام الذي التي علمها له رسول الله صلى الله عليه واله ورسول الله تلقاها بالوحي عن الله سبحانه وتعالى، وبشكل عام الشبهات الامام يدفعها اذا انت الان تراجع الشبهات اللي موجوده الشبهات اللي الان موجوده، هذه الشبهات ايضا روحها وجوهرها كانت موجوده لذا تعرض لها القرآن الكريم، القرآن الكريم ذكر هذه الشبهات وأجابها، انت اي شبهه تشوفها الان حول الاسلام، حول الدين، جوابها موجود في القرآن. والرسول صلى الله عليه واله والأئمه من بعد الرسول بينوا اجوبه هذه الشبهات، بس ما علينا الا ان نستنبط هذه الاجوبه بما يناسب هذا الزمان لأنه الشبهة اللي موجودة هي نفس الشبهة بس شكلها متغير سابقا كانت بشكل وهسا الآن جاي بشكل آخر بس الجوهر هو نفسه والجواب هو نفس الجواب بس أنت ذلك الجواب تأخذه بمقتضى هذا الزمان تبينه له يمكن بتلك الكيفية التي بينها القرآن أو الرسول لا يفهمون لأن مستواهم ليس بذلك المستوى الذي يفهمون القرآن الكريم أو الطريقة اللي يطرحوها طريقة جديدة بس هي نفس الشبهة فأنت لازم تأخذ نفس الجواب بالطريقة الجديدة تعرض عليهم والحاصل أن الإمام يبين العقائد يبين الأحكام يرد الشبهات وبذلك يحفظ الدين كما حفظ ولولا الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لندرس الدين راح مثل اليهودية مثل النصرانية لذا الامام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع يقول الامام يحل حلال الله يعني الشيء اللي الله احله الامام يقول حلال هسه الناس قبلوا ولا ما قبلوا الله سبحانه وتعالى احل النكاح المنقطع فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن هسه المجتمع يرفض لو ما يرفض احنا لا علينا ان نكسب مرضات المخلوق بسخط الخالق الله احله نحن نقول حلال نعم مو واجب مستحب مو مستحب مباح لكن الله احله الله احل تعدد الزوجات هسه المجتمع يقبل لو ما يقبل الامام يبين ان هذا حلال سواء الناس قبلوا او رفضوا وهكذا الشيء الفلاني حرام هسه الناس قبلوا ولا ما قبلوا الامام يبين ان الله سبحانه وتعالى حرم الربا كما قال احل الله البيع وحرم الربا، هسه المجتمع الان النظام الاقتصادي كذا مبتني على الربا لا علينا بما يفعله الناس انما علينا بما يقوله الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المشرع، فقال هذا حرام خلاص حرام هسه الناس يعجبهم ان يحل هذا الامر الإمام لا يمشي حسب رغبة الناس وإنما يتحرك حسب إرادة الرب سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله عكس وعاظ السلاطين يحرم حلال الله لأجل رغبة السلطان يحلل حرام الله سبحانه وتعالى لأجل رغبة السلطان أو رغبته ونفسه والعياذ بالله ويقيم حدود الله يقيم حدود الله يعني شنو يعني يبين ما هي الحدود هذا الحكم حكم ذاك مئة جلدة حكم الزنا رفضوا الناس قبلوا الناس الإمام يبينه السرقة بشروطها طبعا شروط صعبة جدا حكمها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حس المجتمع قبل لو ما قبل الإمام يبين الحق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الناس قبلوا لو ما قبلوا الله سبحانه وتعالى يحفظك من شرورهم ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله يعني يمنع بدفع الشبهات لان الشبهات تجي تزلزل الناس وما اكثر الشبهات من ذلك اليوم الى يومنا هذا شبهات حول وجود الله شبهات حول نبوه الرسول شبهات حول القران شبهات حول الامام شبهات حول المعاد معا... معا... شبهات حول كل حكم من الاحكام فالامام ياتي ويبين جواب هذه الشبهات في كتاب التوحيد قرأنا مجموعه من الشبهات التوحيديه من ملحدين الامام عليه الصلاه والسلام والأئمه كانوا يجيبون عنها. ويدعو الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه. الإمام يدعو الى الله مو فقط يجيب عن الشبهات، لا يدعو الناس الى الدين، الى التدين ولكن بالحكمه بالحكمه يعني بوضع الشيء في موضعه بالطريقة المناسبة والموعظة الحسنة الموعظة كما يقول الخليل الفراهيدي الكلام الذي يرق له القلب هذه تسمى الموعظة الموعظة الحسنة يعني البراهين القاطعة التي تقنع كل أحد والحجة البالغة مو بطريقة استفزازية لا يبين له حتى يهديه والحجة تبلغ وحجة بالغة، لأنه الاسلام العقائد فيه مطابقة للفطرة، وبطريقة تبين كل واحد يفتهمها، ذكرنا في إحدى الحلقات أنه الشريعة سهلة سمحاء، الاسلام سهل سمح في جانب العقيدة، عقائد الاسلام مطابقة مع الفطرة وبطريقة بينت في القرآن والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة بينوها اللي واضح الكل واحد يفهمها بعكس الأديان الأخرى تروح أصل العقيدة ما يفهموها أصلا مثل النصرانية التثليث الواحد ثلاثة ثلاثة واحد أصلا هذا حتى الكبار منهم لا يفهمون ذلك ولا يتمكنون من تصور ذلك المعنى ولا توضيحه واي مكان شكل شكل يقول هذا فوق العقل انت لازم تسلم مع انه هو ضد العقل مو فوق العقل. فاذا دور الامام اولا قبول العبادات بالاعتقاد به، هو الذي يبين الطريقه الصحيحه للعبادات. يمضي الحدود والاحكام، يمنع الثغور والاطراف هذا في الجانب العملي وفي الجانب التشريعي والدعوة إلى الدين يحل حلال الله، يحرم حرام الله، يقيم حدود الله، يدفع الشبهات، يدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة، وهذا دور عظيم لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم، وطريق الرحمة الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى والانزجار بنواهيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم الله خلقهم ليرحمهم طريق الرحمة الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى بعبادته سبحانه وتعالى وعبادة الله الإعتقاد به قلبا وتنفيذ أوامره عملا كل ما قاله والإنتهاء بنواهي عملا والذي طريق اختاره الله سبحانه وتعالى لأن ان يحقق غرضه في هذا الارض هم الانبياء ومن بعد الانبياء الائمه عليهم الصلاه والسلام هناك مقاطع اخرى في هذا الحديث الشريف سنتطرق اليها في حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين